فشرب الكل منه حتى ارتوى كوني دي كتكين صحابة من زن الله يشا هر يقوشي عندها سعال الرائي أن الرجل أناني ونمكي يي تنبيا أغمد ونمتمي وانينيشي فقيل له سيأك تيمسا إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي شيني النبي محمد لنسى وان الله أمينشن الله يقارى تبتع غريشي فصار ذلك الرأي سوى النمك يقاقوا إلى اعتناك الإسلام إزوى قرنب من مسلنش وصار فيما بعد صحابيا كبيرا سيكسن شبا يوانا ديدك تكيم من ينصحب من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وننسى هابين شيني عبد الله بن مسعود الله يقرأ ما سيرد حافظ القرآن محدث القرآن يهكى أن رجلا كان يرعى لغنما لأحد الكفار أن حكيت ونمتنينا كيوان تماكي دائدك تكين كافرا مكا وقد مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض صحبه وهم أطاشا سيمن زان الله صلى الله عليه وآله وسلم يوچي تقبنسا أتارد الشيد وسيانكي دائد تكين صحبنسا سنا جنك شروع فطلب النبي من الراعي أن يسكيهم لبنا سيمن زان الله صلى الله عليه وآله وسلم يني ميوانن مكياي يشاد سنونو فقال الرأي سيوانن مكياي يشي لا توجد عندي شات تضر باللبن بابو وتا تنكي أغريني ودا تكيد نونو فدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شات صغيرة سيمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكسنشي وتتنكي يركرما ومسح على ضرئها سيشافي دنسنتا فضر اللبن وفيرا سيغا نونو ميوا فشرب الكل منه حتى ارتوى